أنا بشكركم وأنا سعيد جدا بكل كلمة قالت، بس اسمحوا لي إن أنا أواجه حضراتكم جميعا، لأن ينفتني إن أنا أشكر الأستاذ مصطفى موسى. مصطفى موسى أنا بشكره، أنا بشكره ومصر بتشكره، وأقسم لك بالله، أقسم لك بالله كنت أتمنى إن يكون في معايا في الانتخابات الأستاذ موسى، مصطفى موسى وغيره وغيره. أنا اتشرفت بأن حضرتك كنت موجود معايا، اتشرفت. الكلام ده مش مجاملة. اللي يبقى عنده إحساس بالمسؤولية تجاه بلده وتجاه شكلها ومكانتها وسط الأمم يستحق مننا كل الشكر بغض النظر عن النتائج. فأنا بشكرك يا فندم، شكري لك يا فندم.